يعني هيئة الرياضة العامة أكيد ساءها المنظر المؤسف اللي شفناه في مباراة الاتحاد والهلال من رمي مثلا القوارير أو حتى من الأحداث اللي صارت في في المباراة، اليوم هي تتجه لمخاطبة الجهات الرسمية علشان النظر في هذا الموضوع، يعني وكأنها تقول يا جماعة الكلاسيكو العالم العربي ممكن كله جالس يتابع هذه المباراة وظهورنا بهذا المنظر يعني حاجة ما تليق فينا ولا في مكانة المملكة. والله شوف يعني لا شك انه احنا الان بدانا نوصل الى مراحل متقدمه في التعصب ومتقدمه في التشنج يعني اه يعني الان اسانا كثيرا البلد حتى صارت مو للرياضه السعوديه اه يعني انا استغربت انه هيئه الرياضه تدخل في الموضوع هذا اه اتحاد كره قدم احنا قلنا احيانا في تدخل ايجابي وتدخل سلبي لكن هذا تدخل سلبي يعني انا اقول انه كان يجب ان اتحاد كره القدم يجتمع فورا لجان الانضباط وتقرر فيما في عقوبات من جهتها والجهات المختصه يعني احنا احنا ما شفنا شيء يتجاوز الملعب ما شو حتى يستدعي انك تخاطب ما أدري عن صحة الخبر م. لكن أنت قاعد مباراة صار فيها قذف قوارير عندك قوانين عندك أنظمة لا الخبر, طبقها. يعني الخبر مؤكد بنسبة 100%. طيب يعني. عندك قوانين عندك هذه طبقها. يعني الآن إحنا بدينا حتى نتجاوز هيئة الرياضة نروح لجهات العليا الجهات العليا في الدولة ما يفاضل لنا الكورة ورياضة الرياضة قارورة وما قارورة. م. أنت اتخذ عندك عقوبات اتخذها قررها فورا لا تترك مجال للتأويل اضرب بيد من حديد حتى لا تكرر الاشياء <applause> اما اني كل إن يقذف الجهه على الثاني اتحاد القدم يقذفها على هيئه الرياضه وهيئه الرياضه تقذفها على الجهه العليا <applause> هذا هذا يعني ما صارت في هذا الحديث انا اشوف ان اللي, اللي حدث ما يستدعي تدخل الدوله في انظمه وقوانين في اتحاد كره القدم اللي واحد الانضباط تقذف قاروره عليك كذا ثاني مره تكررها ثالث مره كذا حتى لو اضطريت تمنع دخول الجماهير في المباراة التالية. بس ما تعتقد ابو فارس بانه هذه العقوبات احنا كنا نشوفها من سنوات والى اليوم احنا نشوف رمي المدربين وسترى ما دامنا بس اليوم لما انا اعاقب مثلا طارق بن طالب مثلا انا اقول لك شخصيا هنا الوضع راح يكون مختلف لما يعرف هذا المشجع اللي جالس في المدرج انه في ممكن غرامه في في عقوبه راح قبل ما يسوي اي أيوة تصرف راح يضرب مليون الف <applause> حساب قبل ما يسوي هذا الموضوع احنا يا اخوي احنا شوف التويتر شوف الشتم والقذف والسب والول والول وال الى اخره هذه بامكان الدوله تقوى لكن هناك حريه راي انت ملعب كره قدم معرض انك هي معك في الراي يعني شوف المقذوفات ما هي راي ما هي مقذوفات ايش المقذوفات المقذوفات ناريه لا مقذوفات قوارير المويه قوارير مويه واحذيه من سن من اول ما دخلنا الرياضه وعرفنا الرياضه ومن الساد الملز وكنا على صبات وبعض المباريات يحذفون احذيه بس انتم زمانكم يا اقول يحذفون الزمن. يحذفون احذيه ويحذفون قوارير مويه وحتستمر وحتستمر الى غدا في احد الزملاء اقترح يقول ممنوع يدخلون مويه <applause> مشكله يعني هذه مشكله في يعني هذه جماهير كره قدم انت تتعامل مع طبقه واسعه من الشعب مم. اغلبهم مراهقين يعني انت تقصد انه ما راح يصدر قرار في هذا الموضوع؟ ما غير رسم. قرار الـ الـ الاعتيادي اللي هو من لجنه من الانضباط, لجنة الانضباط, الانضباط الغرامه او انا اشوف ما يستدعي الموضوع ما صار في مم. اشتباكات يعني احنا قاعدين نتكلم نتكلم يعني في في دول متقدمه خلينا نقول البريمير في انجلترا احنا قاعدين نشوف دماء تسيل دماء تسيل واشتباكات في الشوارع مع الشرطه وما صار في تدخل من الدوله يعني هذه كره قدم في النهايه طيب خليني اسالك ابو عبد المجيد في هذا الموضوع يعني ابو فارس اعتبر بانه تدخل الهيئه في هذا الموضوع هو تدخل سلبي باعتبار انه هذه انظمه موجوده من المفترض تكون تحت ادارات الاتحاد الاتحاد القدم وهي اللي تصدر مثل هذه العقوبات وانه هذا الموضوع ما يوصل الى انه هيئه الرياضه ممكن تخاطب جهات رسميه في هالموضوع، خليني اسمع رايك. والله انا عندي ثلاث نقاط ابغى ارسلها. الرساله الاولى انه ملعب الجوهره يعتبر من الملاعب الدوليه العالميه فيها جميع انواع التكنولوجيا. فنقدر نعرف بوفارس فارس لما رمى قرشه الماي بالكاميرا يقدر يطلعه فاعتقد ان هذه رساله بس كبيرة جدا. ابو عبد المجيد احيانا لقطات في المباراه ما يعيدونها ما نشوف لا لا هو تتكلم عن <applause> عن اشياء مو في الناقل اللي هو بي سي اتكلم أيه. عن كاميرات موجوده في نفس الاستاد الاستاد يقدر نعم. على المدرجات كنترول كامل يبين لك عن وضعيه الملعب رقم اثنين قبل يومين او ثلاثه الشيخ سلمان تطرق ان احنا لازم نحد من تدخلات الحكوميه في الاتحادات الاهليه. <applause> اعتقد هذه رساله قويه من الاتحاد الاسيوي لل... للاتحادات خذوا حذركم. <applause> العيون مبطله عليكم يا الاسيويين من الفيفا في التدخلات الحكوميه. انا ما ابغى اقول ان الهيئه تعتبر هذا تدخل لكن انا اعتقد انه ما في صار يعني رمي رمي احذيه يعني وانتم كرامه او مياه تعتبر مشكله كبيره في سبيل انك انت تطبق القوانين الموجوده في اتحاد كره القدم وخاصه اذا قلنا نادي الاتحاد جمهوره جمهور رقم واحد في السعوديه يعتبر جمهور رقم واحد في تخسير ناديه مبالغ كبيرة هو في أمس الحاجة لتسديد ديونه وأعتقد حان الوقت للاتحاديين وجمهور الاتحاديين أن يعرفوا قيمة الاتحاد في توفير المبالغ التي تدفع, تدفع قرامات في هذه التصرفات